جمهور برنامج المواهب صوت السهارة، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج المواهب. الحلقة اليوم قبل الأخيرة، نرحب فيكم ونرحب فيك منال. أهلا أهلا سارة، مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير حضورنا الكريم اللي منورنا كل ليلة في اليوم سهرة اللي قبل الأخيرة من برنامجنا برنامج المواهب صوت السهارة. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأيام والأسابيع عدت بسرعة وما حسينا بالوقت يمر علينا، باقي لنا 7 أيام ونوصل للنهائي. هدفنا من هالبرنامج نسعدكم مشاهدينا وحضورنا، وبنفس الوقت نستكشف المواهب والأصوات الجميلة اللي موجودة عندنا على الساحة الفنية. بالبداية باسمي واسمكم خلونا نرحب لجنة التحكيم اللي تنورنا كل أسبوع، دكتور يعقوب حياك الله معنا. الله يحييكم. أستاذ سليمان ملا منورنا. الله يحييك، أهلا وسهلا. أستاذ أحمد الشرقاوي شاعر الكبير حياك الله. الله يحييكم مساكم الله بالخير. حياك الله. وما ننسى نرحب بالفرقة الموسيقية اللي نستمتع بعزفها وأداها كل سهرة من سهرات صوت سهرة بقيادة المبدع المايسترو جمال الخلب. مساء الخير وحياكم الله معانا ومنورين كل سهرة من سهراتنا. زي ما قلت منال، اليوم حلقتنا مميزة، وصلنا للحماس وكل واحد ينتظر يشوف مين الفايز. خلينا نشوف مين حيغني اليوم في حلقتنا. معنا يوسف عرفات من الأردن رقم تصويته 13، خلف الفيلتشاوي من الكويت رقم تصويت 15، عبد الله عيسى من الكويت رقم تصويته 16، جمال الدريعي من الكويت ورقم تصويت 18. حضورنا ومشاهدينا، قبل لا نستقبل الأربعة اللي غنوا معنا الأسبوع اللي فات واستمتعنا بأداهم وأغانيهم وسمعنا وياكم وشفنا تقييم اللجنة لهم، خلونا نتذكر إحنا معاكم التقرير، نشوف ونرجع نستقبلهم عشان نعرف منو اللي راح يتأهل ومنو اللي قادرنا الليلة. اتفقنا احنا كلجنة ان ما في يوم مرحميني، كان المفروض اقل من كذي، بس انا بعطيك 9 من 10. مثل ما قال الدكتور، كذي 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 ما في، ما راح نعدي اي غلطة يا احمد، فلذلك راح تكون درجتي 9 من 10 يا احمد، واعتبرها هذه كامل. مع الأصوات النسائية الخليجية بالذات. حنان شو أقول يعني؟ 10. أبعطيك اسمه؟ شو اسمه؟ أبعطيك 10. ما راح أعدي الدخول لأني ما عديتها حق أحمد عبد اللطيف وعطيته 9. فحنان أيضا راح أعطيها 9 وتعتبرها درجة كاملة. انت غنيت حلو ولكن في قصور. دائما انا اسمع من احساسك جميل، بس اليوم ما عجبتني، يعني بفنط الشغل تفنيط عدل. مثل ما قلت حق الصوت الحلو احمد عبد اللطيف والصوت الاحلى حنان، قلت لهم راح تنقصكم درجه، ايضا عبد الله راح انقصها درجه واقول له 9 واعتبرها كامله. سلم على قلبي وخيم وصلوا لملك وخيم.
صار في خطأ شوي من الفرقة أنا بعطيك 10 عشان هذا الغلط. أنت طالب في المعهد المفروض تعرف السالفة هذه، أنت إنسان مثقف أكاديمي أنت. عيسى هو الصوت الأقرب إلى القلب ولذلك أعطيه 10. وقف يلا طلعنا هوا. حضورنا ومشاهدينا، وصلنا معاكم واستقبلنا الأربعة اللي راح يتنافسون معانا الليلة. اثنين منهم راح يتأهلون واثنين راح يقدرون دقات القلب. يا سارة سامعة دقات القلب؟ سامعة. أحمد إيش شعورك؟ إيش توقعاتك؟ توقعاتي معروفة. معروفة إيش؟ شنو المعروف؟ يعني تتأهل ولا بتخلينا وتمشي؟ شنو اللي وضح نفسك. لا مو متوقع اني اكمل يعني. مو محظوظ؟ حاس ان انت مو محظوظ معانا؟ الله يعني انا اديت العلي الحمد لله، والناس اذا عجبهم ادائي مال المره اللي طافت ان شاء الله بيصوتوا لي. بس عندنا مرحله نهائيه حلوه وجوائز قيمه ومستقبل فني. حنان لا شيء ثاني. حنان انت البنت الوحيده او الورده الوحيده اللي ظلت معانا بصوت السهره، صوت نسائي وحيد، شنو توقعاتك الليله؟ ما في بالي شيء كلش، يعني انا حاطه توقعات عشان ما انصدم، فما ادري ان شاء الله خير. يعني شنو التوقعات؟ لا كلش مو متوقعه، بس ما احب احبط نفسي ولا احب انه وايد اثق في الوسط. اها لا بس ان شاء الله تفضل معانا حنان ان شاء الله. ان شاء الله. عبد الله الدودح. عبد الله من الحين بالدودح بعد نتائج كاهي ما عبد الله انت دائما جمهور ما شاء الله ينفعل معاك ويتفاعل معاك وتقلب لنا القاعة زي ما كنا كل مرة. تعتقد التصويت حيساعدك؟ والله اول شيء انا امسي على لجنة التحكيم دن المايك عافية على حضوركم، واحنا كلنا ترى كلنا سوينا اللي علينا والله يوفق الجميع يا رب. امين ان شاء الله. يعني شنو حط ببالك؟ جول ولا ما يندرى؟ يمكن اقول يمكن تطلع برا ما يندرى. عيسى المرزوق سمعنا اخر من الاهل ما شاء الله كان شايل الصاله، شنو توقعاتك اليوم؟ والله ان شاء الله خير، يعني نفس ما قال اللي كاتب الله بيصير وكلش. يعني انا اعرف ناس يقول تفائلوا بخير تجدوا، انا كلش مو متفائل بس خليها على الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب منال احنا عندنا النتائج وزي كل مره احب اضغط. اول شيء الجمهور. الجمهور نسمع تشجيع من الجمهور. تبون تعرفون النتائج ولا لا؟ لا جمهور نايم اليوم. اسمع تبغوا تعرفوا النتائج بعد نسمع. اسمع صوت عالي جمهور، نبي تشجيع المتسابقين في نتائجهم، اعطوني تشجيع. خلاص نقول لهم النتائج بس بعد الفاصل. حضورنا ومشاهدينا، دقات القلب والأنفاس قاعدة تراكض لويا 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 عندنا هني على المسرح. ما تدري حنان على أحمد على عبد الله على عيسى أعصابه متوترة، وعبد الله قاعد ينافخ أوف وحصار حر عليه ينطر النتيجة. أنا عارف إنه مو مفروض أقول كذا بس هذول من أقوى أربع متسابقين عندي. تبي تعرفون نتائج؟ يا ريت. جمهور تبي تعرفون نتائج؟ اسمع تشجيع حق المتسابقين.
كنترول اعطينا النتائج. يلا طالعوا. لا لا خليه ما تشوف. النتائج قاعده تطلع موجوده معانا. لا كلهم ماشيين. بعد حنان جتها هستيرية الضحك. عبد الله وقف قلبه. ألف ألف ها ألف مبروك عيسى المرزوق المتسابق رقم واحد وعبد الله خير الله المتسابق رقم اثنين. روح عبد الله الحين أخذ نفس وارتاح والكشرة من هالشق لهالشق. ألف مبروك حق عبد الله خير الله وعيسى المرزوق. تشجيع يا جمهور ايش فيكم؟ عيسى المرزوق 53% وعبد الله خير الله 52%. فرق بسيط جدا بينك وبين حنان وأحمد، حظ أوفر. وأكيد أكيد يعني راح نلتقي معاكم بسهرات جاية وإن شاء الله نشوفهم. أبي أسمع منك كلمة أحمد. بس بداية أول شيء أشكر كل من صوت لي ووقف معي الناس وأحبابي، وأشكر لجنة التحكيم على ملحوظاتهم الوايد دقيقة اللي كنت قاعد أحاول أشتغل عليها، وأشكر أستاذ فهد الحداد اللي تعب معي بشكل مو طبيعي. وطبعا أتحمد له السلامة إن شاء الله اليوم راجع، وأتحمد سلامة حق أختنا مروة سوت عملية فادعوا لها. عاد ألف الحمد لله على السلامة وألف عافية. أشكر كل من صوت لي والحمد لله على كل حال. مثل ما قلنا هاي مو نهاية المشوار. أكيد. ألف مبروك حق إخواني وإن شاء الله الله يوفق الباقيين إن شاء الله. والله يوفقك أنت من الأصوات الجميلة اللي اكتشفها صوت السهارة. وأكيد أكيد السنة الجاية راح تكونين ضيفة فنانة معانا، صوت جميل، أغنية سينجل إن شاء الله، ألبوم إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الله خير الله لما طلعت النتيجة قلت الحمد لله، شنو كنت متوقع؟ كنت ما تطلع المركز الثاني أو المركز الأول؟ والله ماني متوقع إني أول شيء إني أتأهل. هذا أقول الحمد لله إن أنا في شغلة ببالي كنت أبيها والحمد لله صارت، يعني إن نكون أنا وعيسى مع بعض وما أبي أفترق مع لنا عيسى وأخوي. يعني إن شاء الله السنة الجاية بنشوفكم مسوين دويتو أنت وعبد وعيسى. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. عيسى إيش شعورك كلنا؟ خلاص صامت الحين. انت دائما هادي ما تتوقع. كنت مغمض عبالي انا الاخير يعني، بس لما لفيت قلت مبروك انا هني لفيت على طول. مو انت قلت انك حترقص لو وصلت؟ ها ها من قالها سمع اكثر شعبية. يلا يلا لازم في موسيقى موسيقى يلا يلا عنده موسيقى. بس الحمد لله والله صدق نفس ما تونا انا تمنيت يعني ان اكون يا بعض. لما قالت الف مبروك عبالي حقه فستانه استانه ويا بعض. الحمد لله قلبنا الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك. لجنة التحكيم كنتوا متوقعين أستاذ يعقوب وأستاذ أحمد، أنتوا دائما تحطون توقعاتكم بالنتائج. أنا يعني بصراحة الأربعة أصوات جميلة جدا ومتحسف والله على الاثنين اللي الحين بيطلعون، يعني ودي الكل يطلع صراحة من الأسبوع اللي فات لأن كلها أصوات جميلة. يعني حنان صوت جميل وأحمد صوت جميل صراحة، يعني هارد لك. عموما هذا مو نهاية المطاف يعني. أنا منوي لك في أشياء ببالي يعني.